الصيام خلال شهر رمضان المبارك واختلاف أيضا أوقات تناول الطعام قد يسبب بعض الاضطرابات الهضمية مثل الإسهال، الإمساك أو حتى عسر الهضم. ولتجنب كل هذه المشاكل جئنا نستشير الدكتورة منال العدلي، وهي أستاذ مساعد وطبعا رئيس قسم أمراض البطنة في مستشفى دارة الإمارات. أهلا وسهلا فيك دكتور منال. أهلا ميشيل، كل سنة يعني وانت طيبة. شكرا. يعني دكتور منال، ما هي بالفعل النصائح التي يمكن أن نقدمها للمشاهدين لتفادي كل أمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي خلال شهر رمضان؟ أولا كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان العام السنة دي. التوصيات البسيطة لشهر رمضان إنه إحنا نبتدي الفطار بشرب سوائل خفيفة، بشرب سوائل دافية. ليه؟ لأنه محتاجين إن إحنا نجهز المعدة والجهاز الهضمي للشغل أو للفانكشن بعد فترة طويلة من الصيام قد تتجاوز الـ 12 ساعة. فشرب سوائل في الأول ده بيساعد المعدة إنها تبتدي تشتغل ببطء. بعد كده بناخد التمر اللي إحنا متعودين عليه، واحدة أو اتنين، وبعد كده نبتدي ناكل. اختيار الأكل كمان، نوعيات الأكل مهمة قوي عشان نتفادى المشاكل اللي ممكن تحصل بعد الأكل. إيه نوعيات الأكل اللي ممكن ناخدها بعد السوائل الأساسية اللي بناخدها بعد الفطار؟ هي السلطة، نبتدي بالسلطة لأنه بتبقى خضروات مفيدة وخفيفة سهلة هضمها. وبعد كده نبتدي ناخد المين كورس اللي هو ممكن يكون بروتينات، لحوم، كربوهيدرات زي رز، مكرونة بكميات معقولة. لما بناخد كميات معقولة بنتفادى العسر الهضمي زي ما بتقولي، لأنه بندخل الطعام تدريجي وبكميات تدريجية على الجهاز الهضمي اللي هو كان صايم لفترة طويلة ونايم لفترة طويلة. صحيح دكتور منال. يعني هل هنالك أيضا نصائح معينة للأشخاص الذين يعانون من حموضة في المعدة؟ الحموضة دايما مشكلة نوع الأكل، إلا لو كان الشخص عنده أصلا قرحة. لو هو أصلا عنده قرحة في المعدة فيفضل إن هو ياخد الدواء بتاعه قبل الإفطار، قبل إفطار رمضان، عشان حماية للمعدة واستكمال لكورس العلاج بتاعه. إنما لو هو بيعاني من حموضة، مجرد إنه بيلاحظ بيحصل حموضة بعد الفطار أو السحور، ده بتبقى أكتر متعلقة بنوع الأكل. دايما المأكولات السبايسي أو البهارات، بهارات حارة، دايما الأكل السمين اللي فيه دهون عالية بتسبب حموضة، كمية كبيرة من الدهون بتسبب حموضة. وكمان اللي بيحصل بعد الإفطار الحلويات اللي هي فيها سكر وسمنة. صحيح. الكومبينيشن ده عنيف، زي في العيد الكحك، البقلاوة، الكنافة، الحاجات دي بتعمل حموضة عالية. حلو. فلو أكلنا بكمية صغيرة ومعتدال ده مش هيحصل أكيد. طب هل هنالك ضرر أيضا في تناول مثلا كوب من أو فنجان من القهوة بعد الإفطار؟ بعد الإفطار ما فيش مشكلة من فنجان القهوة، لأنه الكافيين في العموم الاعتدال بتاعه ما فيهوش مشكلة. يعني بمعنى أن أي إنسان بالغ ممكن ياخد من 2 لـ 3 cups of كافيين، اللي هو يا إما المركز أو المخفف، ما فيهوش مشكلة. الإكتار من ده فيه مشاكل، إن هو ممكن يزود الحموضة، ممكن يزود الضغط، ممكن يعمل مشاكل تانية، ما ينامش بالليل لأنه واخده متأخر، لأنه الكافيين لغاية الساعة 5 العصر أوكي، لأن هو بيشتغل 5 ساعات. لو احنا خدناه متأخر يعني الساعة 7 أو 8 وهو عايز يشتغل 5 ساعات، يبقى أكيد مش هينام قبل الساعة 2. صحيح. يمكن يسبب اضطرابات في النوم. اضطرابات في النوم. طيب ماذا عن الأشخاص المسنين؟ هل هنالك مثلا نصائح معينة يمكن تقديمها للأشخاص الذين يقومون أيضا بالصيام خلال فترة رمضان وهم كبار في السن؟ الكبار في السن دايما ليهم اعتبار معين، لأنه بيبقوا عرضة قوي للجفاف. للجفاف، وخصوصا الناس اللي هي عندها سكر، بتبقى الكلى صايمة فترة طويلة فمعرضة للجفاف. فما لم ان احنا نعوض ده في وقت الفطار، ان هم يشربوا كميات مية، مش حلويات، مش عصائر وكده، لا،
دايما قصدنا بالهايدريشن او السوائل انها تبقى ميه، بيور ميه. العصاير بتدي ايوه بتدي سوائل بس بتدي سكر زياده، صحيح. وممكن لو حاجه فيها سكر كتير في الاخر تتحول الى دهون وهكذا. فاذا الميه بكميات كبيره بالتدريج في فترات الفطار من 2 ل 3 لتر طول فترة الفطار بتبقى كافية قوي انها تحافظ على الكلى في الناس اللي هم مسنين لو حتى ما عندهمش سكر. شكرا جزيلا لك دكتور منال على كل هذه النصائح القيمة التي ايضا يعني طبعا استفاد منها كل من يتابعنا عبر شاشة سكاي نيوز عربية. اهلا وسهلا، ميرسي ما شاء الله، وكل سنة وانت طيبة مرة ثانية. شكرا وانت طيبة. Thank you so much.